خير واهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. الحقيقه اي شخص بيعاني من السمنه وقرر ان هو يفتح صفحه جديده في حياته عايز طبعا يتخلص من السمنه المفرطه ومشاكلها ان كانت صحيه او اجتماعيه او غيرها كتير، بيبدا ان هو يفكر في انسب الحلول اللي هتكون نتيجتها مضمونه وفي نفس الوقت يبقى فيها امان، فهيكون قدامه اكتر من حل، الدايت والرياضه وطبعا اكيد جراحات السمنه المفرطه، لان الدايت والرياضه مش دايما بيكونوا الحل المناسب لكل شخص وطبعا بتختلف من شخص للتاني ونتيجتها احيانا كتير مش بتبقى مضمونه ومش بتجيب النتيجه المرضيه اللي احنا بنبقى بنتمناها. علشان كده دلوقتي احنا بقينا بنفكر في جراحات السمنه المفرطه اللي هي دلوقتي بقت ترند او بقت هي نمبر 1 في مصر والعالم العربي كله. اسمحوا لي في البدايه قبل ما نبدا فقرتنا النهارده نرحب بضيف فقرتي وهو الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن وعضو كلية الجراحين الأمريكية. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك يا شيرين. نورتنا. دكتور كريم، النهاردة احنا معانا أسئلة المشاهدين هنبدأ ان انا أسألها لحضرتك. يمكن مثلا عندي اكتر من سؤال. اول سؤال من واحدة اسمها ولاء، هي بتقول ان هي عندها 33 سنة عاملة عملية تكميم بقالها اسبوعين ونص وبتسأل عن التمارين او التهيئة كعلاج طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة ان طبعا يعني ولاء الحمد لله على السلامة. طبعا عمليات السمنه المفرطه محتاجه شويه متابعات ما بعد اجراء العمليه بحيث ان احنا نقدر نستفيد منها. النصائح اللي احنا نقدر نقول لها عليها ان هي طبعا المفروض ان هي خلصت فتره يعني السوائل اللي هي البسيطه يعني اللي هي العصائر الطبيعيه بسكر دايت، عصائر بيور، شرب مخليه، البان، زبادي، الحاجات اللي هي البسيطه دي. المفروض ان هي هتعمل شويه حاجات بقى يعني مش بس تمارين او علاج طبيعي. هو طبعا المراكز كلها فيها سواء عندنا او في اماكن ثانيه بيبقى في استشاري تغذية علاجية بينقلها لمرحلة تانية. يعني أكل بيبقى سهل بس طبعا زي مثلا تونة مهروسة، بضايا، شوية خضار مسلوقين، الحاجات اللي هي البسيطة دي ممكن تبتدي فيها ما فيش مشكلة بعد أسبوعين. الحاجة التانية ان هو العلاج الطبيعي احنا مش لازم نعمل علاج طبيعي في أول شهر بصورة يعني منتظمة جامد. احنا ممكن نعدي أول شهر طبعا يبقى فيه فتحات منظار مش محتاجين تمارين شديدة شوية، بعد أول شهر ممكن ننتظم بقى في العلاج الطبيعي وده بيكون المتخصص في ده عندنا في المراكز بيديله التعليمات المناسبة لده. لكن ما يمنعش طبعا ان احنا نمشي شوية يعني ماشي يعني 2-3 كيلو في الساعة يعني في الفترة الأولى حتى من بعد أيام بسيطة من بعد العمليات لحد ما نخلص الشهر الأول. بدايتها بقى ممكن نبتدي ما بعد ذلك في ان احنا نمارس رياضة بصورة منتظمة أكتر. والناس اللي هم عندهم مشاكل في المفاصل، عندهم مشاكل في الظهر، عندهم مشاكل في الحركة عموما يلجأ لدكتور العلاج الطبيعي، هو ده هيحسن يعني أموره ويديله التمارين المناسبة لآلام المفاصل اللي يعني يستوعبها المريض. لأن أحيانا مريض السمنة المفرطة بيكون سبب أصلا أنه هو بينقص الوزن عايز يعمل عملية تكميم أو تحويل مسار، ينزل وزنه عشان مفصل صناعي يركبه، أو هو أصلا مركب مفصل صناعي أو ماشي على عكاز أو ماشي على حاجة، فهو محتاج طبعا تأهيل. لو عمل التمارين بنفسه لوحده أعتقد أن ده ربما يكون ليه يعني حاجات عكسية لأنه ممكن يعمل تمارين قد تضر المفاصل. فالعلاج الطبيعي أحيانا برضو في مراكز بيبقى بيصبرش زي يعني يساعدهم. طيب ياسمين بتقول ان طولها 150 ووزنها 100 كيلو، السن 41 سنه، بتعاني من ارتجاع في المريء وفتق في الحجاب الحاجز، ايه هي العمليه المناسبه، التكميم ولا التحويل؟ هنجهزها كويس جدا. عمليات التكميم او تحويل المسار بانواعها يعني محتاجه تقييم ما قبل العمليه. انا انصحها ان هي تعمل منظار معده تشخيصي الاول تتاكد من درجه الارتجاع، لو كان درجه ثالثه او فيه يعني نوع من تغير الخلايا في المريء بتعمل تحويل مسار معده كلاسيكي وليس مصغر. انا بقولها للناس كلها ان الناس اللي عندها ارتجاع شديد في المريء او درجه ثالثه او ان هو عنده يعني تغير في الانسجه في حاجه اسمها الباريتوسويجس يفضل انه يعمل تحويل مسار معده كلاسيكي افضل من تكميم المعده ايفن حتى مع الوزن القليل، لان بره طبعا نسبه التحويل ازيد بكتير جدا من تكميم المعده. يعني احنا لو خدنا عندنا في مصر احنا بنعمل تكميم بصوره اكتر شويه من تحويل المسار. يعني الناس بتحب تكميم المعدة عندنا في مصر، هي كعيان نفسه أو طبيب كل الناس بتحب تكميم المعدة أكتر من تحويل المسار. لكن العكس هو الصح، يعني الناس بتهرب من الفيتامينز ما بعد تحويل المسار،
ولكن اذا كان هناك داعي لتحويل مسار اعملوا تحويل مسار. هي من العمليات الفعاله الامنه اللي هي يعني قويه جدا اللي احنا بنصلح بيها مشاكل التكميم، واذا كان في مشاكل سابقه للعمليات الجراحيه احنا بنعمل تحويل مسار كنوع من الاصلاح. هي بتصلح ما تم يعني افساده في العمليات السابقه. تحويل المسار هي من العمليات الناجزة الجميلة، تحويل مسار المعدة الكلاسيكي وأحيانا تحويل مسار المعدة المصغر بس ما يكونش فيه ارتجاع شديد أو تغير في أنسجة المريء، يفضل إن احنا نعمل تحويل مسار المعدة الكلاسيكي. طيب هي عملت بقى المنظار وعندها فات يعني سايلنت، يعني ما عندهاش مشكلة يعني تغير في أنسجة، ما عندهاش يعني التهاب في أنسجة المريء، ممكن تعمل اصلاح للفتق ده مع تكميم معده، ولكن لابد يعني من الجراح ان هو ياخد يشوف المنظار كويس جدا ويكون اللي عمل منظار برضه اكسبرت يعني في ده، يعرف يطلع نتائج، يعرف يقول ايه اللي احنا شايفينه كويس جدا بحيث ان الجراح يعرف يقرا الحاجات دي ويقيم الوضع مظبوط يعني. اوكي طيب لو بعد التكميم هل ممكن مثلا ان الوزن يرجع تاني وازاي ان هم يتفادوا المشكله دي؟ انا اقول لحضرتك اللي حاصل انه ما بعد تكميم المعده الناس بتنقسم الى كذا حاجه يعني. تكميم المعده من العمليات البسيطه يعني، دي ابسط انواع عمليات السمنه، هي ليست تحويل مسار، هي جاست تكميم المعده. هي تكميم المعده جعلها معده صغيره، يعني احنا ضيقنا المعده الى قد يصل الى 20% من حجمها، يعني يتم استئصال 80% من المعده واتبقى 20% المعده. لابد من المريض ان هو يستعمل التكميم في الاتجاه المظبوط، لان احنا ما بنركبش كمبيوتر في البطن داخلي يعني، احنا ده عمليه تصغير معده وهو ده الموجود يعني، ده اللي هو الطب يعني نصح بده ان احنا نعمل تكميم او نعمل تحويل مسار. هل في حاجه ثانيه؟ مفيش، هو تكميم المعده بس نستخدمها بحسن استخدام. الناس بقى في تحويل في تكميم المعده لابد ان هم يحافظوا شويه من اكل السكريات بصفه عامه، الشوكولاتات، الايس كريم، الحاجات اللي فيها يعني حلويات شرقيه، الحاجات اللي هي المعجنات السهله. السهله في بسكوت بتلاقي كده بيدوب بسرعه، فبتلاقي ده بيتزحلق يعني، وبالتالي الناس اللي عملت تكميم المعده لابد من الحفاظ وليس المنع يعني. يعني ليس المنع بمعنى ان احنا كأسرة يعني في عيد ميلاد، في حفله، خروج، مش ده اللي هيأثر يعني في استخدام السكريات، ولكن هناك ناس يعني فئه من الناس اللي عملت تكميم المعده هم ابتدوا ان هم ياكلوا سكريات بشراهه بعنف شويه يعني، كل استهلاكهم من التكميم. لكن كمان تحويل المسار عنده نوع من البروتكشن شويه. تحويل المسار بيقلل امتصاص 70% من السكريات والدهون، وبالتالي للناس اللي هم عندهم يعني زي ادمان للسكريات يفضل انه يعمل تحويل مسار طبعا من الاصل. ومع ذلك حتى لو عملت تحويل مسار يعني وهاب ان احنا يعني نغير اسلوب حياتنا شويه، ولا يعني نعتمد على العمليه ان هي يعني 100% بروتكشن يعني، احنا لازم يكون علينا دور يعني مسؤول شويه في ان احنا نستخدم العمليه استخدام المظبوط. فالناس اللي عملت تكميم المعده لازم يحافظوا شويه من السكريات. النمره الثانيه ان الناس اللي عملت تكميم المعده هي هتشبعك بسرعه، بتاكل كميه صغيره، ولكن ما نضحكش عليها في ان احنا ناكل نبقى جريزنج يعني، نبقى مثلا بناكل 10 وجبات 15 وجبه صغيره في اليوم يعني، انا هفطر اتغدى اتعشى ما بينهم سناكس بسيطه يعني، لكن ده الطبيعي. لكن ما يبقاش ان انا عملت عمليه تكميم ومش قادر اكل كميه كبيره، بشبع بسرعه، ما بجوعش على فتره كبيره، واروح تاني اعمل اكل 15 20 وجبه في اليوم، فانا كده يعني كاني عوضت، ما انا ممكن ازحلق حاجات صغيره 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 على نهايه اليوم ببقى مثلا 15 20 وجبه. طب يعني انا عملت ايه؟ ما انا عوضت الطاقه اللي انا قللتها، اللي انا عايز اقللها، اللي انا قللتها بتكميم المعده عوضتها في الوجبات اللي هي صغيره. فنمره اتنين بعد عدم استخدام السكريات بشراهه ان احنا نحافظ على عدد الوجبات، يعني 5 6 وجبات في اليوم حلو كويس يعني، مش لازم زود اكتر من كده. 20 وجبه يبقى صاحي من بيحصل وخلص من لا ما هو بقى في ناس بتبقى يعني حياتها ما بيشتغلش وقاعد في البيت، المطبخ ده بالنسبه له حاجه، الثلاجه دي يعني حاجه بسيطه يعني، قصدي اكسسبل يعني، هو يعني حاجة كل حاجه متاحه قدامه فبالتالي هو داخل خارج على الاكل بالظبط كده. في ناس برضو بيبقى عندهم بيجي لهم نوع من الارتجاع ما بعد تكميم المعدة وبيحسسهم بالجوع المستمر، وبالتالي أي حد عنده ارتجاع حتى بعد العملية وهذا إن احنا نعالجه يعني نديله علاج بحيث إن هو ما يحسش بالجوع بسبب الارتجاع، يتعالج من الارتجاع يحس نفسه أموره كويسة، لأن أحيانا الارتجاع بيترجم عند الناس اللي عملت تكميم المعدة ما بعد العملية
ان ده نوع من الجوع، عشان كده احنا لازم نعالج نفسنا. فطبعا احنا يعني دي تعليمات بسيطه ما بعد عمليه التكميم، وحتى ما بعد عمليه تحويل المسار يعني لازم برضو ان احنا نحافظ عليها على قد ما نقدر. هي عمليات قيمه، هتنزل لك وزنك مظبوط، تحافظ عليها على قد ما تقدر. في بوينت كمان يا دكتور حضرتك قلتها وسط الكلام، دايما الناس بتقعد تسال عليها، اللي هي ان مثلا حد يكون عمل عمليه تكميم معده او عايز يعمل عمليه تكميم معده، لكن بيبقى خايف من فكره ان جزء من المعده بيتشال. فانا عايزه حضرتك برضو توضح ان مش الجزء اللي بيتشال ده هو الجزء المكتسب من كتر الاكل، اللي هو الجزء اللي احنا افسدناه، صحيح ولا دي معلومه؟ هو يعني هو لا يعني هو وصفه الجراحي طبعا هو لن يضر، يعني لانه احنا بنشيل جزء من المعده، هو ربما يكون ده جزء طبيعي عادي خالص، هو اصلا هو طبيعه الانسان كده. يعني هو يعني احيانا بلاقي انسان طويل معدته اصلا طويله، معده كبيره، وزن كبير قوي، بتلاقي المعده فعلا يعني سمكها يعني عنيف وكبير، يستوعب كميه كبيره من الاكل، وده طبعا بيبقى الجزء منه طبعا جراحي. احنا بنشيل الجزء اللي زائد عن حجم الاكل اللي احنا محتاجينه. هو هي فكره ببساطه ان احنا عايزين لو كان وزننا مثلا 200 كيلو والمعده تستوعب ده، يعني اصل في هرمون اسمه هرمون الجريلين بيوسع حتى المعده وقت الاكل. يعني هو ولما تاكل في ناس ما بتشبعش لكتر الهرمون الجاش بتاع الهرمون يوسع المعده، يعمل لها ريلاكسيشن، توسع توسع يخليه يستوعب كميه اكل كبيره. فاللي بيحصل ان احنا دلوقتي عايزين نشيل جزء المعده الزائد ويتبقى جزء يكفي وزن مناسب، بيعمل ريستريكشن، يعني كان احنا يعني الطب قال كده ان احنا بنقلل الحجم ده بحيث ان احنا ناخد ما يعني نحتاجه من الطاقه، وما زاد عن ذلك انت هتزيد في الوزن مره ثانيه. لان السمنه ببساطه هي مش مساله اكل بس، هي مساله جينيه، هي مساله هرمونيه، هي سبب غير معروف. يعني كون ان انت بتحاربه بالطريقه دي، بس حاول ان انت تستفيد بكميه الاكل اللي هي المتاحه وقت ما بعد التكميم او ما بعد تحويل المسار، بحيث ان انت تستفيد، لان مرض السمنه هو مرض مزمن شديد الخطوره، يعني مش بس بيتعالج بطريقه واحده، لازم احنا كلنا بالاتيتيود بتقليل كميه الاكل بالعمليات حتى بالعلاجات لازم نحاربه بشتى الطرق. يعني الحديث طبعا يا دكتور بقيه مع حضرتك، لكن للاسف انا مضطره ان انا اختم، فان شاء الله باذن الله هنعمل فقرات مختلفه مع بعض. شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، زميل كليه الجراحين الامريكيه، وعضو كليه الجراحين الملكيه بلندن، وحاصل على اعلى تصنيف جوده في العالم في مجال جراحات السمنه الاس ار سي. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا. طبعا قبل ما اختم لازم انوه على صفحه السوشيال ميديا لدكتور كريم صبري، دايما موجودين اونلاين على الفيسبوك بيج، انستغرام، وكمان تويتر لاي حد عنده اي سؤال. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، في حفظ الله.